تنفيذاً للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، غادرت سفينة البحرية السلطانية العمانية شباب عمان الثانية البلاد اليوم متجهة إلى موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في رحلتها الدولية الأولى. أفادت بورصة دبي للطاقة أن سعر نفط عمان قد شهد اليوم انخفاضا بلغ 67 سنتا عن سعر يوم الجمعة الفائت. أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم أن التحقيق في حادث التدافع في مشعر منى في مكة والذي أسفر عن حوالي 1850 قتيلا مستمر وسط إصرار من قبل القيادة السياسية على الوصول إلى نتيجة. أكدت الحكومة اليمنية استعدادها للمشاركة في مفاوضات مع الحوثيين برعاية الأمم المتحدة من أجل إنهاء الحرب المستمرة منذ 7 أشهر، وذلك حسب ما أفاد المتحدث باسمها راجح بادي.